ان شاء الله كنتمنوا بان هذه الشبكه تولي قويه، يكون فيها عدد كثير ديال الصحفيات اللي كيقتنعوا بهذا العمل اللي كنقوموا به. كما فسرنا في الندوه الصحفيه، هذا الشيء كله باش كنوصلوا واحد الميساج صحيح، تنعطيو لانفورماسيون مزيانه وتنحاربوا لا ديزانفورماسيون. كاين بعض الصور اللي غالطين، كما كنقولوا صور نمطيه، مثلا على الهجره لان كنا صححناهم ذاك العام، وكيكون كتكون قوه امام دو داجير سور لي بوفوار بيبليك. واخا مدام سيتاي مشات، هي باقا معنا عبر هاد الكوميتي ديال لي بان افريكان، وغتكون معنا ان شاء الله في لو فوروم، في هاد المنتدى اللي غادي يتنظم في شهر مارس 6 و 7 شهر مارس 2020، غيكون في الدار البيضاء في اوتيل حياه ريجنسي. نهار 6 غيكون المنتدى، في العشيه تيكونوا لي زاتولي، ونهار 7 تيكون لا ريستيتيوسيون ديال لي ترافو، ويتفقوا حتى يكون ان فوت، تيتفقوا على لا تيماتيك اللي غتكون ديال العام كله، اللي غادي يدافعوا عليها الصحفيات. الجديد بان هذا العام كاين العدد ديال الصحفيات طلع بواحد النسبه مهمه، لان ذاك العام كنا 200، هذا العام 300. ديما البلدان كلها ديال افريقيا الحمد لله كاينين، لو ريزو تنظم من الناحيه القانونيه، كاين ان كونسي دادمينستراسيون، كاين هذا الكوميتي اللي دويت لك عليه اللي كينظم اللي كيقترح لي شون داكسيون ديال العام، واللي كيسير هذا لو ريزو. احنا كنفتخروا بان هاد المنتدى كيتنظم هنا في المغرب. المغرب بلاد ديال الترحاب، وبلاد الحمد لله ديال سينتيغ داكاي المغرب، واللي كيجمع هاد الصحفيات كاملين من 54 دوله ديال افريقيا. هذا شرف لينا وشرف لبلادنا، وكيمشيو عندهم واحد النظره زوينه على بلادنا، وكيمشيو بواحد المهمه تريز امبورطونت، لان كيديو معاهم ان سوجي اللي كيخدموا عليه العام كامل. اذا هذا شرف لينا، و سي با اكسكلو شي نهار تنظم في شي بلاد اخرى. صار بالنسبه للناس ديال لي بوفوار بوبليك سونسيبيليزي هاد الشباب اللي طالع، هذا هو الدور ديال الاعلام بصفه عامه، لان الصحفيات راه كلهم تيمثلوا واحد العدد ديال وسائل الاعلام. راكم شفتوا لي الارقام، التلفازه، الراديو، لي زاجونس دو بريس، لو ديجيتال. اذا كاين اكثر من 150 وسائل الاعلام اللي غيكونوا هنايا، اللي كيمثلوا جميع الدول الافريقيه.